حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار عبر قناة الظفرة، أهلا بكم. لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافق ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دعوة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة إلى مائدته الرمضانية التي أقامها مساء أمس في قصره في أبو ظبي، وذلك تكريما لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كما حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبو ظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد الذين أدوا جميعا صلاة المغرب جماعة داعين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل سوء ويديم على دولتنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار والتسامح. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في العاصمة أبو ظبي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق لها الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يعزز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تناول المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأهم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تضع حدا لمعاناة المدنيين وتنهي الصراعات وتحقق الأمن والاستقرار. وتطرق الحديث أيضا إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس في قصر البطين أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يرافقهم سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ورحب سموه بأصحاب الفضيلة العلماء وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وتبادل سموه وضيوف رئيس الدولة الأحاديث الودية حول إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالفعاليات والمحاضرات التي تهدف إلى تبصير الناس بشؤون دينهم وتعاليمه السمحة وإثرائها بالثقافة والمعرفة. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلسه الرمضاني الليلة الماضية أول محاضرة في الشهر الكريم عن حماية المجتمع من التطرف. كما شهد المحاضرة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ والوزراء. هذا وركز معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري خلال المحاضرة التي قدمها على ثلاثة محاور، هي تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة وغلق منافذ التطرف ومتابعة منع المتطرفين من الدعوة والإفتاء وتفنيد شبهات المتطرفين وكشف أغراضهم وسوء أفعالهم. إلى إمارة الشارقة حيث تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مزيدا من التهاني والتبريكات من جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر من مختلف أرجاء الدولة لتقديم تهانيهم وتبريكاتهم بحلول شهر رمضان المبارك.
ودعا المهنئون المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الفضيلة على دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار رجالات الدولة وممثلي الهيئات العلمية والثقافية بإمارة الشارقة، ووفد من جامعة الشارقة يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، ووفد الجامعة القاسمية يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور رشاد سالم، ومن عبد الحكيم جمال عبد الناصر. وقدم المهنئون بهذه المناسبة أطيب تهانيهم بحلول شهر رمضان الفضيل، راجين المولى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية. وحضر المقابلات عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة وأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر المحلية. إلى إمارة عجمان، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعددا من أعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما تلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الدكتور خالد الخاجة مدير جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالإنابة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، ومحي الدين تومبي رئيس مجلس إدارة جامعة الخليج الطبية والهيئة التدريسية بالجامعة. كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة. وقد بادلهم سموه التهاني بشهر رمضان الفضيل مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيده على سموه بالصحة والسعادة والعافية. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الحاكم في إمارة عجمان، إضافة إلى عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الإمارة. تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة مساء أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مزيدا من التهاني والتبريكات من جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة، وسعادة جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصربيا، وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية. حضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة الماضية بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين. استقبل معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعضاء المجلس الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والشيوخ وكبار المسؤولين من مواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان. حضر المقابلات الشيخ خالد بن راشد المعلى رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلى، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. كما واستقبلت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي مساء أمس بقصر الحاكم معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من عضوات المجلس التي قدمنا لتهنئة سموها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حضر اللقاءات عضوات المجلس الوطني الاتحادي سعادة ناعمة الشرهان وسعادة عائشة اليتيم وسعادة عائشة بسمنو وسعادة عزة سليمان وسعادة علي الجاسم وسعادة عفراء البسطي وعدد من القيادات النسائية في إمارة أم القيوين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام مزيدا من جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، فقد تقبل سموه التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان الفضيل. كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من موظفي ومهندسي دائرة بلدية رأس الخيمة برئاسة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة، وموظفي دائرة الأشغال والخدمات العامة برئاسة المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، وموظفي دائرة الجمارك برئاسة سعادة الدكتور محمد عبد الله المحرزي مدير عام الدائرة، وموظفي وأطباء منطقة رأس الخيمة الطبية برئاسة الدكتور عبد الله أحمد النعيمي مدير المنطقة. كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تهاني الشهر الفضيل أيضا من خالد عبد الله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، وعبد الله وعمران عبد الله تريم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء لجنة تسيير أمور نادي الإمارات للثقافي الرياضي برئاسة محمود حسن الشمسي رئيس اللجنة. كما تقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر المقابلات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبد الله بن حميد القاسمي وعدد من الشيوخ. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تطوير وتنمية المنطقة الغربية وتلبية جميع احتياجات الأهالي وتوفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم. ونوه سموه إلى أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لاستكمال ما تحقق وإنجاز المشاريع المختلفة خاصة في مجال تأمين المسكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية واستمرار تطوير أنشطة الهيئات والدوائر وتنفيذ خططها الطموحة والتي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل حتى تستطيع مواكبة التطور الذي تشهده البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل في العاصمة أبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، للاطلاع على أحدث مستجدات بعض المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية، بحضور معالي اللواء فارس بن خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل. تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ومرافق بطولة دورة ند الشبر الرياضية في نسختها الرابعة التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار قدرات لا حدود لها. كما زار سموه منطقة مشاريع الشباب التي تشهد زيادة في أعداد المشاركين فيها العام الحالي، مع تحول المنطقة المخصصة لهم إلى خيمة ضخمة مكيفة توفر للجماهير متابعة المنافسات عبر شاشة عملاقة، إضافة إلى الاستماع أو الاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يقدمها الشباب عبر مشاريعهم. كما اطلع سموه على المنتجات والخدمات التي تقدمها المشاريع الواعدة من شباب الوطن الذين يحرصون من خلال اللجنة المنظمة على دعمهم سنويا من خلال منحهم المجال للتواجد في الحدث والتفاعل مع المجتمع. وقام سموه كذلك بزيارة عدد من الأجنحة للمؤسسات الوطنية، ومنها ركن هيئة الصحة في دبي وركن غودولفين. وجاء ذلك عقب حفل افتتاح منافسات دورة ند الشبر الرياضية في نسختها الرابعة الليلة الماضية، والذي أقيم في مجمع ند الشبر الرياضي الذي قدم لوحة فنية متكاملة تميزت بالابتكار ومحاكاة المستقبل وتسليط الضوء على معاني التنافس وقيم التشجيع وغرز الطاقة الإيجابية وتحقيق مبدأ السعادة في مجتمع دولة الإمارات وخاصة دبي. أعرب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر عن شكر بلاده لقوات التحالف العربي، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذين تدخلوا في وقت حازم للتصدي لانقلاب الحوثي ودخوله عدن وردع تلك الميليشيات الانقلابية التي قتلت الأبرياء واحتلت المدن وسيطرت على مؤسسات الدولة، بينما ناقش وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الترتيبات الأمنية والعسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء بعد تأمينها وإلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، في وقت كثفت الميليشيات الإنقلابية من قصفها المدفعي والصاروخي على عدد من المناطق في مدينة تعز، ما تسبب بوقوع مجزرة رابعة خلال 3 أيام، فيما صدت الشرعية عدة هجمات للميليشيات في جبهة كرش بمحافظة لحج. ووفق مصادر الوفد الحكومي، فإن الاجتماع الذي عقد مع المبعوث الدولي قد ناقش الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها، هذا بالإضافة إلى الانسحاب من المدن وتحديد المدن والإطار الزمني للانسحابات والمرحلة الأولى من عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء. في الشأن المحلي ومن الشأن الصحي، حيث دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الراغبين من المواطنين بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الفضيل إلى ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات الرعاية الأولية والطب للتطعيم ضد الأمراض المعدية بهدف التحصين والوقاية من هذه الأمراض، وكذلك اتباع الإرشادات الصحية حتى تكون عونا لهم بحمايتهم عند أداء مناسكهم. وتأتي هذه الدعوة في إطار تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي بتطوير النظام الصحي لوقاية أفراد مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها لضمان سلامة المعتمرين وأسرهم ووقايتهم من الأمراض المعدية المحتملة والحد من انتشارها في المجتمع. والآن مشاهدينا نتابع آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها في ختام هذا الأسبوع.
والآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات لهذا اليوم. إذن مشاهدينا هذا ما لدينا حتى الساعة، لكم مني ومن جميع فريق عمل البرنامج أطيب التحيات، نلقاكم في أمان الله.